وفد مصري رفيع يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط بلندن لعرض الفرص الاستثمارية والترويج للمؤتمر الاقتصادي. القوى العاملة تشكل مجموعة عمل بمنفذ السلوم لعرض فرص العمل على العمالة العائدة من ليبيا. منطقة اليورو توافق على مشروع الإصلاحات الذي قدمته أثينا لتفتح الطريق أمام تمديد برنامج التمويل لليونان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية التفصيلية تأتيكم من قناة النيل الأخبار. وفيها انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط بمشاركة وفد مصري رفيع يضم وزير المالية هاني قدري ووزير الاستثمار أشرف سلمان ورئيس البورصة المصرية محمد عمران لبحث فرص الاستثمار الراهنة في ظل الوضع السياسي في المنطقة. ويعرض المسؤولون المصريون خلال المؤتمر التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين وفرص الاستثمار المتاحة، إضافة إلى دعوة المشاركين للمشاركة في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي الذي يعقد في شهر مارس المقبل في شرم الشيخ. وللمتابعة ينضم إلينا من لندن عبر الهاتف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. دكتور محمد، بعد التحية، ذهبتم للترويج للمؤتمر الاقتصادي، فما هو الجديد الذي عرضتموه على المستثمرين لجذبهم؟ هو الحقيقة ليس فقط للترويج للمؤتمر الاقتصادي، ونحن بنتكلم على الوضع الاقتصادي في البلد ككل ومسار النمو في البلد خلال الفترة اللي جاية والاستقرار اللي بتشهده مصر خلال المرحلة الماضية وما هو متوقع مستقبلا. احنا بنتكلم على فرص استثمارية كبيرة جدا بالذات في مجال البنية التحتية، في مجال مشروعات الطاقة، في الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لتقديم معالي سمواد العمل للدولة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية خلال السنتين الثلاثة الجايين توصل ل 5 و6%. أعتقد ده كانت رسالة مهمة جدا لإخبار المستثمرين بالإصلاحات اللي بتتمنى تقوم بها الدولة ودعوتهم للاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة. إذن دكتور محمد، كيف لمستم أو رصدتم انطباع المستثمرين وصناع القرار في بريطانيا وفي المشاركين في المؤتمر حول الأجواء الاستثمارية في مصر ومدى رغبتهم في المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل؟ شوفوا، الحقيقة النهاردة الصبح كانت أول جلسة كان فيها السيد وزير الاستثمار، وبعدين الجلسة اللي كانت بعدها كنت أنا ممثل فيها، كنا بنتكلم فيها عن أسواق المال، وأعتقد السيد وزير المالية ليه جلسة مهمة بكرة الصبح. وأعتقد ردود الأفعال اللي بتاخدها هناك تقدير للجهود اللي بتبذلها الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، هناك تقدير للمحاولات اللي بتبذل لتحسين مناخ الاستثمار وللإجراءات اللي بتحاول تاخدها من الحكومة لبث الثقة في المستثمرين. واعتقد كمان من ناحيه سوق المال والبورصه كان هناك تقدير كبير جدا لوضع البورصه في 2014، قدرت على جذب رؤوس اموال جديده وقيد شركات جديده والطروحات المتوقعه خلال الفتره القادمه. اعتقد كل هذه الامور كانت محل ترحاب، واعتقد حيكون في اقبال كبير جدا من قبل المستثمرين البريطانيين وبنوك الاستثمار هنا في المملكه المتحده للتواجد في مصر خلال المرحله القادمه وحضور المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. اذا اخيرا دكتور محمد، هل لمستم تحفظات من جانب بعض خبراء الاقتصاد وبعض المستثمرين على بعض ما يدور في سوق الاسهم او سوق الاوراق الماليه المصريه؟ لا، الحقيقه كان في تقدير كبير جدا، ولكن طبعا تعلم ان اي استثمار هو عباره عن معادله او عباره عن علاقه ما بين العائد والمخاطر. طبعا المخاطر موجوده في اي بلد من البلدان، ولكن كان هناك تقدير كبير الحقيقه للاجراءات اللي اتخذت، الاجراءات اللي تمت في عليه سعر الصرف، وكان هناك يعني تقدير لما تم خلال الفتره الماضيه من شركات وجذب شركات وحتى على مستوى احجام التداول ومؤشرات البورصه المصريه. طبعا هناك مطالبه بمزيد من الاصلاحات وبمزيد من حريه الدخول والخروج من السوق، واعتقد ان دي من ضمن الامور التي يجب مراعاتها بشكل كبير في قانون الاستثمار الذي متوقع اصداره خلال الفتره القادمه. دكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن.
قالت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه تم تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية لتحديد قيمة الضرر بالمستندات للمطالبة بالتعويضات عندما تسمح الظروف بذلك. كما تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح إلى الراغبين في شغل فرص العمل المتوفرة لديها. وكشفت الوزيرة أن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح كحد أدنى بين 500 ألف وأقصى 800 ألف عامل، مشيرة إلى أنه يصعب حصرهم بشكل دقيق لسفر عدد كبير بطريقة غير شرعية. نفت وزارة المالية صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري القاضي برفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر، وشددت الوزارة في بيان لها على استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقا لما قرره القرار الجمهوري الذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة وجنيها للإنتاج الأجنبي غير الفاخر وبنحو جنيه ونصف للإنتاج الفاخر. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص خلال عام 2013 بنسبة 2.1% لتبلغ 555 مليار و100 مليون جنيه مقارنة بعام 2012. وأوضح الإحصاء أن نشاط البترول والغاز الطبيعي يسهم في الإنتاج بنحو 207 مليارات و100 مليون جنيه، يليه نشاط المنتجات الغذائية بنحو 66 مليارا و400 مليون جنيه، ثم نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية بنحو 51 مليارا و200 مليون جنيه. وأضاف أن القيمة المضافة الصافية تراجعت بنسبة 2.6% لتبلغ 282 مليارا و600 مليون جنيه. انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة بالاقتصاد والشركات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة أكثر من 6 مليارات جنيه ليسجل 511 مليارا و94 مليون جنيه. قال وزير السياحة هشام زعزوع إن العمل في الفترة الحالية يتطلب بذل المزيد من الجهد في عدة محاور، ولفت زعزوع إلى أن التركيز على السياحة العربية ليس ترفا وإنما ضرورة في ظل أهمية السائح العربي وارتفاع مستوى إنفاقه وطول مدة إقامته. وأكد وزير السياحة أن السياحة العربية تعد أحد الركائز المهمة لنمو حركة السياحة في مصر، وهو ما دعا وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة إلى بذل الجهود لجذب مزيد من هذه الحركة. أعلنت شركات ومصانع الأسمنت هذا الأسبوع الحد الأقصى لأسعار البيع لشهر مارس، وهي ثابتة للشهر الثالث على التوالي، لتتراوح الأسعار بين 600 جنيه و900 جنيه للطن. وأكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأسعار سارية حتى منتصف شهر مارس المقبل، وأنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار شريطة الإعلان عنها عند البيع للمستهلك. كشف وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور عن إتاحة بنك الاستيراد الإفريقي تمويلا قدره 500 مليون دولار لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء في البنك. تصريحات عبد النور خلال منتدى الأعمال الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي. تحت شعار فتح الأسواق الأفريقية أمام مجتمع الأعمال المصري، نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مؤتمرا لعرض برنامج البنك الأفريقي للتيسير على رجال الأعمال المصريين التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية
بدعم من الحكومة المصرية يقدر ب 500 مليون دولار. البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الافري اكزيم بنك الذي خصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل التجارة البينية المصرية الافريقية. هذا المبلغ مبلغ قد يكون صغير إلا أنه يفتح أمام المصدرين المصريين والمستثمرين المصريين فرصة لإيجاد مصدر تمويل ومصدر لضمان استرداد حصيلة الصادرات كبيرة يجب أن نستخدمها. ومن جانبه أكد السيد جون إكرا رئيس البنك أن البنك سيدعم الشركات المصرية عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شاركنا بفعالية في تمويل التجارة البترولية بمصر، وهناك العديد من فرص الاستثمار بالدول الإفريقية متاحة للمصريين خاصة في مجال الزراعة. كما أكد المؤتمر أن مصر تقوم بتصدير أكثر من 2 مليون دولار يتم دمجهما في التجارة في إفريقيا لتصبح منطقة تجارية حرة. الحكومة المصرية تعمل دائما على دعم علاقاتها بالدول الأفريقية سياسيا واقتصاديا، وجاء هذا المؤتمر ليؤكد على فتح الأسواق الإفريقية أمام المستثمرين المصريين في كافة المجالات. من مقر انعقاد المؤتمر، أحمد أبو الحسن، النيل. عزى رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله فني قرار إلغاء العقود مع الشركات التركية إلى سياسة حكومة أنقرة تجاه بلاده. كانت حكومة فني قد أعلنت إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا، وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات حكومة فني. في طهران وافق البرلمان الإيراني على سحب ما يصل إلى 4 مليارات و800 مليون دولار من صندوق الثروة السيادية في البلاد لإنفاقها على تطوير حقولها النفطية والغازية في السنة المالية المقبلة. ويبرز قرار سحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية يبرز الضغوط المالية الشديدة التي تواجهها طهران جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. في الولايات المتحدة الأمريكية أظهر مسح هبوط ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهرت بيانات مجلس المؤتمرات أن مؤشره لمعنويات 96 نقطة و14 نقطة في فبراير، مسجلا أدنى قراءة للمؤشر منذ سبتمبر بعد قراءة نهائية معدلة بالزيادة إلى 103 نقاط و18 نقطة في يناير، هي الأعلى منذ أغسطس 2007. وافقت دول مجموعة اليورو على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان 4 أشهر. يأتي ذلك بعدما أرسلت أثينا خطة إصلاح تشكل تراجعا من قبل الحكومة، وتتعهد بأن الإنفاق لتخفيف الضغوط الاجتماعية لن يؤثر على الميزانية، وتؤدي تلك المهلة إلى تفادي انهيار مصرفي وشيك وإفلاس حكومي محتمل في الوقت الحاضر. لكن هناك مفاوضات صعبة قريبا بشأن مستقبل اليونان الاقتصادي على الأجل البعيد. أبدى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ترحيبا متحفظا بخطة الإصلاح اليونانية، وقال إنه سيراقب من كثب أي انحراف عن التعهدات السابقة. بدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن خطة إصلاحات اليونان ليست مفصلة تماما، مضيفة أن هناك حاجة لتأكيدات أكثر وضوحا بشأن إصلاحات أساسية في مجالات المعاشات والضرائب والخصخصة. في أوكرانيا أعلن البنك المركزي أنه سيمنع البنوك التجارية من شراء العملة الصعبة لصالح العملاء حتى 28 من فبراير الحالي. وهوت العملة الأوكرانية هذا العام بعد انخفاض حاد في 2014 أيضا مع محاولة كييف تمويل الحرب التي تخوضها ضد المتمردين الموالين لروسيا في الشرق وإصلاح الاقتصاد الذي استنزفه الفساد على مدى سنوات.
في روسيا أظهرت بيانات وزارة الطاقة زيادة صادرات السولار وزيت الغاز المازوت بنسبة 9.9% و1.5% على الترتيب في يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2014، وانخفضت الإمدادات المحلية الروسية من البنزين والسولار في يناير بنسبة 2.4% و19.7% على الترتيب، في حين هبطت الإمدادات المحلية من زيت الوقود بنسبة 8.2% مع تراجع الطلب. في البرازيل، دعت الحكومة البرازيلية قادة احتجاجات سائقي الشاحنات للاجتماع معهم في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة، وأغلق سائق الشاحنات الطرق في عدد من الولايات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود ورسوم المرور، واشتبكوا مع قوات الشرطة التي اعتقلت 7 منهم وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون جدوى. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت نشرتنا الاقتصادية التفصيلية، بقي تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وفد مصري رفيع يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط بلندن لعرض الفرص الاستثمارية والترويج للمؤتمر الاقتصادي. القوى العاملة تشكل مجموعة عمل بمنفذ السلوم لعرض فرص العمل على العمالة العائدة من ليبيا. منطقة اليورو توافق على مشروع الإصلاحات الذي قدمته أثينا لتفتح الطريق أمام تمديد برنامج التمويل لليونان. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت نشرتنا الاقتصادية التفصيلية، إلى اللقاء.